أنا المعلمة أسماء مصطفى، معلمة لغة إنجليزية في مدرسة حريم السعدية الأساسية للبنات منذ 3 أعوام. أعمل في وزارة التربية والتعليم بغزة منذ عام 2008، وحتى الآن أبدأ عامي 14 بإذن الله تعالى معلمة لغة إنجليزية في نفس المدرسة، مدرسة حريم السعدية الأساسية للبنات. وصلت باستراتيجياتي المبتكرة والمطورة على الاستراتيجيات الموجودة إلى كافة دول العالم. أصبحت عضو فريق مايكروسوفت التعليم العالمي، ومعلم جوجل معتمد من شركة جوجل الوحيد في فلسطين، ومعلم آبل معتمد وعضو المعلمين فيها، ومعلم ناشنال جيوغرافيك معتمد في فلسطين وعضو المعلمين فيها. تناولت كافة هذه المجتمعات التعليمية العالمية قصتي في التعليم الإلكتروني والتعليم الوجاهي من خلال أساليب التعلم النشط والتعليم الممتع عبر صفحاتها ومواقعها الإخبارية في كافة دول العالم. كنت معنية جدا ومهتمة جدا بتطوير قدرات الطلبة، بالإضافة إلى تحسين سلوكهم وتعديل قدراتهم المجتمعية. أيضا كنت أهدف إلى تحسين مهارات الاتصال والتواصل لدى هؤلاء الطالبات مع الآخرين، سواء في حياتهم اليومية أو عبر الشاشات. وفرت لطالباتي فرصة للسفر الافتراضي، خصوصا أنه إحنا بنعيش في قطاع غزة المحاصر منذ عام 2005 حتى الآن، من خلال مبادرة I believe I can fly، أنا أؤمن بأنني قادر على الطيران. انطلقت في عام 2019 في شهر ديسمبر تحديدا بجولة حول العالم. كان عندي هدف أن أجوب كافة بلاد العالم، زرت 35 دولة لتعليم اللغة الإنجليزية. أيضا كان الهدف الأساسي هو تعليم مهارات اللغة الإنجليزية استماعا وتحدثا قراءة وكتابة لطالباتي من خلال الجولات التعليمية التي كنت أصطحبهم بها عبر شاشات الزوم وسكايب وجوجل ميت، وأحيانا بنفتح كاميراز عبر الفيسبوك وتطبيقات التواصل الاجتماعي مع معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات من مختلف دول العالم. تخلل مبادرة I believe I can fly مشروع التعلم الممتع والتعلم النشط لدى الطالبات من خلال تغيير في الأنماط التقليدية، أخذهم خارج الغرفة الصفية، ابتكار العديد من الألعاب التربوية، وتخصيص وقت كافي من الحصص الدراسية لهذه الألعاب. فكانت اللعبة اسمها The Builder، نبدأ الدرس درس الكلمات، بعد شرح الكلمات إلى تطبيق هذه الكلمات من خلال مجموعة من الحروف يتم توزيعها على الطالبات على طاولات. كل طالبات in pairs بيشتغلوا كل تنتين مع بعض، بتحاول الطالبة تجميع الحروف قدر المستطاع لكي تكتب الكلمة، وهذا بيعزز مهارة الكتابة لديها، مهارة التذكر والحفظ. أيضا بيعزز لديها توفير تعليم ممتع لدى الطالبة. وأيضا أنا بهدف من خلال مشروع الألعاب التربوية إلى تحبيب الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، لا سيما أنه أغلب طلابنا بيتصعبوا من هذه المادة. لعبة الخطوة ستيبس بتقف 3 طالبات خارج أو آخر الغرفة الصفية، يتم عرض كلمات جديدة عليهن، تبدأ الطالبة بنطق الكلمة ولفظها اللفظ الصحيح من خلال خطوة، تزداد إن أجابت الإجابة الصحيحة
وخطوة إلى الخلف أو تقف مكانها ثابتة إن أجابت إجابة خاطئة، الفائزة بتكون هي التي وصلت إلى تقدمت أكثر خطوات إلى اتجاه المعلمة. بيتم تشجيع الطالبات وتحفيزهم من خلال هذه الألعاب التربوية، أنا بسميها حيلة بأتحايل على الطلبة من خلالها من أجل تعلم أفضل. هي الطالبة بتعتقد إنها بتلعب، لكن هي بحقيقة الأمر بتتحدث، بتمارس الاستماع، بتمارس النطق، بتمارس الكتابة، بتمارس القراءة أيضا بنفس التطبيق أو اللعبة الواحدة. لعبة البيتزا يتم من خلالها تصنيف الكلمات إلى part of speech من خلال عرض هذه القطعة المحببة لدى الطالبات وهي قطعة البيتزا. تقوم المعلمة بتقسيمها إلى 4 أو 5 أقسام حسب طبيعة الدرس. تقوم الطالبة بالتقاط الكلمة وقراءتها ومن ثم إلى تحديد نوعها من أنواع الكلام من خلال وضعها في المكان المخصص لها. لمسنا الإبداع والتميز في المعلمة أسماء مصطفى، لذلك حرصنا أن نقف بجانبها من خلال توفير كافة الإمكانيات واللوجستيات التي ممكن أن تساعدها في التميز والإبداع. حاولنا قدر الإمكان توفير الإنترنت، توفير الحاسوب، توفير المكتبة المدرسية، كما حاولنا قدر الإمكان أن نعمل على توفير الوقت اللازم لتنفيذ مبادرتها دون أن يؤثر ذلك على نصابها من الحصص التعليمية ودون أن يؤثر على حق طالباتنا في الحصص المفروض أنهم يأخذوها طبعاً في المدرسة. مبادرة البحث الصغير تهدف إلى توفير فتح أفق للطالب من سن مبكرة إلى أن يتعامل مع الكتب والقاموس الريسورسز الموجودة في المكتبة المدرسية إلى أن يخرج بعد ذلك إلى عالم الكتب الواسع خارج المدرسة، ليس فقط على صعيد المدرسة. لكن بداية زرع الفكرة كانت من مكتبة مدرسة حليمة السعدية، أخذت الطالبات في مجموعات، وفرت لهم القواميس Arabic English, English Arabic, English English و English Arabic English. وفرت لهم كافة أنواع القواميس أوكسفورد ولونجمان والمورد. من خلال هذه القواميس تعلموا كيف يبحثوا على الكلمات الجديدة اللي تعلموها بطريقة الكلمة معناها نوعها من الكلام، إلى أن خرجنا بقاموس شامل لكافة كلمات المنهاج الفلسطيني للصف 8 والـ10، وتم توزيعه على كافة مدارس مديرية التربية والتعليم شمال غزة. خلال مسيرتي في 14 عام كمعلمة تم تكريمي من قبل وزارة التربية والتعليم على رأسهم دكتور زياد ثابت، حيث زارني في المدرسة وقدم لي التهنئة بإنجازاتي المتتالية. أيضا كرمت من قبل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الدكتور محمد عوض. تم تكريمي على مستوى العالم من قبل مؤسسة AKS Education Awards، حيث تم اختياري من ضمن أفضل معلمي العالم لعام 2020، وتم تكريمي من قبل مشروع الهاندز أب بروجكت لمشاركتنا في هذا المشروع. الخروج عن المألوف والتقليدية والنمطية من شأنها أن تحبب الطالبات في العملية التعليمية وفي المدرسة، لذلك ندعو جميع المعلمات إلى تفعيل استراتيجيات التعلم النشط وتنفيذ مبادرات مدرسية ناجحة من شأنها رفع مستوى التحصيل للطالبات ورفع مستوى المدرسة بشكل عام. أطمح دائماً إلى نقلة نوعية في التعليم من حيث الحاجة إلى قادة الغد بشكل أفضل. نحن معلمين بنات المستقبل، صناع القادة. أطمح إلى وجود جيل واعد. الطلبة الخروج عن التقليدية هم بحاجة إليها أكثر لتوفير التفكير الناقد لديهم من أجل مستقبل أفضل لفلسطين. أخيراً بحب أوجه رسالة شكر لوزارة التربية والتعليم
وعلى رأسهم عطوفة وكيل الوزارة الذي لم يتأخر بدعم المدرسة ودعم مبادرتي بشكل خاص. أيضا أشكر مديرية التربية والتعليم شمال غزة على جهودها الحثيثة والمستمرة لدعم المبادرين بشكل عام. مديرة المدرسة لها خالص الشكر والتقدير لوقوفها بجانبي ومساندتي على طيلة الأعوام الثلاثة، وأشكر قناة روافد التعليمية على توثيق هذه الأعمال ونقلها إلى الآخرين من أجل أن تعم الفائدة. وشكرا، بارك الله فيكم.